يعني ضمن موازين القوى إن صح التعبير، إن كنا نتحدث عن المسار العسكري، سأترك المجال الاقتصادي للأستاذ عبد الحافظ الصاوي بعد قليل، لكن يعني هناك ملفات تهم الطرفين كثيرة، يعني نتحدث عن العراق، نتحدث عن اليمن، نتحدث عن سوريا، نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن لبنان. هل سيجد تركيا والسعودية أرضية متينة للاتفاق أو الحوار أو توحيد وجهات النظر على الأقل قبل توحيد العمل على الأقل بين يعني في هذه المناطق، في هذه الدول التي يعني فيها مصالح مشتركة السعودية وتركيا؟ نعم، المعلومات التي لدي حاليا بخصوص السعودية والإمارات بخصوص الاتفاقيات العسكرية، نعم هناك اتفاقيات خلال الشهر القادم والشهر الذي يليه، اتفاقيات عسكرية تشمل التعاون في توطين بعض الصناعات العسكرية وإعادة الاتفاقيات المعلقة سابقا على بخصوص بعض الصناعات العسكرية. على صعيد التعاون في المجال السياسي أو التعاون في المجال العسكري بخصوص الملف اليمني أو الملف السوري أو الملف اللبناني، نعم هناك مبادرة سعودية تم مناقشتها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى دول الخليج، وتم الاتفاق في هذه الزيارة على أن تطرح السعودية مبادرة باسم الخليج على تركيا بخصوص بعض القضايا الإقليمية. لذلك ننتظر نحن مبادرة سعودية باسم دول الخليج خلال الشهر القادم أو الشهر الذي يليه، يتعلق بالملف السوري، بالملف اللبناني، حتى بملف العلاقة مع إيران والخلافات بخصوص اليمن وبعض الملفات الأخرى. لكن هذه المبادرة السعودية تستند بشكل رئيسي إلى حماية الأمن القومي العربي من وجهة نظر السعودية، وحماية الأمن القومي العربي تفرض على تركيا بعض الالتزامات بخصوص ضمان وحدة هذه الأراضي، سلامة هذه الأراضي، عدم التدخل التركي في الحوار ما بين الشخصيات الرئيسية المعارضة والنظام في هذه الدول. ضمن هذا النطاق تركيا تحترم هذه الأمور وتعتبر أن هذه الشروط منطقية، وهي أصلا ليست لها مشكلة بخصوص هذه الشروط.